تحياتي واهلا بكم في فيديو جديد وبوست جديد. فيديو اللي غادي نستعرضوا فيه ونناقشوا اللائحه والخيارات ديال وحيد حليلوزيتش للمنتخب الوطني المغربي، لائحه اللي ضمت 26 لاعب واللي الا شفناها كنظره اوليه فيمكننا نستنتجوا منها جوج ديال الاستنتاجات. الاستنتاج الاول هو ان السلف القديم والكتله اللي كانت قديمه ديال المنتخب صافي يمكن سالات في عهد حليلوزيتش، وهنا كنتكلم على القائد المهدي بن عطيه اللي على الاعتزال ديالو بوصوفا الاحمدي وايضا ديرارو بالهندا. والاستنتاج الثاني اللي يمكننا نخرجوا به من هذه اللائحه كنقول كنظره اوليه وليس كتحليل معمق، هو ان عبد الرزاق حمد الله وعلى عكس المتوقع ما غاديش نشوفوه مجدد مع المنتخب، ربما المشكل زاد كبر، ربما كاين اشياء في الكواليس اللي احنا ما كنعرفوهاش ودائما مازلنا كننتظروا عبد الرزاق حمد الله باش يخرج بالتصريح الشهير ديالو، باش يخرج في الفيديو اللي غيشرح فيه المشكل اللي كاين مع الجامعه او مع المنتخب او مع المدرب باش نعرفوا السبب وراء غياب هذا المهاجم اللي صراحه محتاجه المنتخب. ونمشيو بسرعه نستعرضوا اللائحه ديال 26 لاعب اللي اختارهم حليلوزيتش واللي ضمات بعض الوجوه اللي كتظهر مع المنتخب لاول مره، وايضا عرفات العوده ديال بعض اللاعبين والاكيد عرفات استبعاد او تجاهل بعض الاسماء الاخرى وبعض اللاعبين واللي يمكن مهمين وكانوا كيزيدوا الاضافه للمنتخب الوطني المغربي سواء في كاس افريقيا اللي فاتت او في كاس العالم او حتى في التصفيات، واللي ضروري من اننا نهضروا عليهم ونتحدثوا عليهم وضروري ما نشوفوا الشارع المغربي كامل كيهضر على الغياب ديالهم. اذا نمشيو ونشوفوا 26 لاعب اللي اختارهم حليلوزيتش ونبداو بمركز حارسات المرمى، مركز اللي كيف العاده محسوم للثنائي بونو وايضا المحمدي، ومراهم جاء انيس الزنيتي والمفاجأة كانت في الحارس الرابع نظرا للمشاكل الكبيرة ديال التاكناوتي، المشكل اللي ظهر مؤخرا بسبب المنتخب المحلي. حليلوزيتش كيوجه الدعوة للحارس هشام المجهد باش يكون هو الحارس الرابع ديال المنتخب. هشام المجهد اللي كيف كنعرفوا كاملين كيلعب في نادي اتحاد طنجة وكيقدم مستوى مقبول، والمنادات عليه والاختيار ديالو ضمن تشكيلة حليلوزيتش رغم انه الحارس الرابع ما هو الا تشريف لهذا الحارس باش يزيد يعطي اكثر، ولما لا نشوفه كيصبح الحارس الثالث وعلاش لا يوصل الحارس الثاني او حتى الحارس الاول ديال المنتخب. في قلب الدفاع كاين اربعه اللعابه واللي هما غانم سايس، جواد اليميق اللي كيرجع مره اخرى للمنتخب، وايضا الثنائي يونس عبد الحميد اللي كيقدم مستويات كبيره في الدوري الفرنسي، بالاضافه لزهير فضال، زهير فضال اللي شفناه في اخر وديه لعب وقدم مستوى طيب، مستوى مبشر، بالاضافه للمستوى اللي كيقدمه مع الفريق ديالو ريال بيتيس، ربما نشوفوه هو اللاعب الرسمي الى جانب رومان سايس في قلب دفاع المنتخب الوطني المغربي. للظهير الايمن كاين نصير مزراوي وايضا عصام الشباك، بالاضافه لكيفن مالكويت، كيفن مالكويت اللي كيظهر لاول مره مع المنتخب الوطني المغربي واللي كاملين كنعرفوا السبب هو انه كيفن مالكويت فقد الامل في تمثيل المنتخب الفرنسي. والظهير الايسر كاين الثنائي اشرف حكيمي وحمزه منديل اللي كيرجع من جديد للمنتخب بعد ما بدا كيلعب بعض المباريات وبعض الدقائق في الدوري الفرنسي. الوسط الميدان والارتكاز كاين سفيان مرابط، سفيان مرابط اللي كيقدم مستوى كبير مع النادي ديالو فيرونا في الدوري الايطالي، بالاضافه لمهدي بورابيعه لاعب ساسولو، ايضا احمد المسعودي اللي كيحضر لاول مره في تشكيله المنتخب الوطني المغربي، احمد المسعودي لاعب خرونينغن في الدوري الهولندي، وايضا فيصل فجر. في الجناح الايمن كاين نور الدين مرابط وايضا حكيم زياش، الثنائي اللي كيقدم مستوى كبير وبالخصوص حكيم زياش وشفناه مؤخرا بالهدف الكبير والهدف الرائع الهدف العالمي اللي سجلوه في شباك فالنسيا في دوري ابطال اوروبا. الجناح الايسر كاين العائد اسامه الادريسي، اسامه الادريسي اللي ما كانش في اخر تشكيله ديال حليلوزيتش لكن بسبب القناعه ديال المدرب اولا وبسبب الضغط ديال الشارع المغربي ثانيا اسامه الادريسي كيرجع للتشكيله ديال المنتخب، ومع اسامه الادريسي كاين ممثل البطوله واللاعب اللي كيقدم مستويات كبيره مع نادي الوداد البيضاوي واللي هو اسماعيل الحداد. وصناعه اللاعب كاين الثلاثي عادل تعرابت، عادل تعرابت اللي مستمر في المستوى الكبير مع النادي ديالو بنفيكا، وايضا امين حارس، امين حارس اللي كيقدم مستوى خرافي مع شالكا الالماني، اللاعب اللي كيسجل وكيساهم في اهداف في كل المباريات اللي كيلعبها مؤخرا، واللاعب اللي تقريبا هو افضل لاعب في نادي شالك في الشهر الاخير. عادل تعرابت، امين حارس، بالاضافه اللاعب الشاب اللاعب الواعد امان الله سليم، لاعب ستاندرد ليج واللي كيحضر لاول مره في تشكيله المنتخب الوطني المغربي. وكراس حربه والمهاجم الصريح
كاين الثنائي يوسف النصيري ورشيد العليوي. رشيد العليوي اللي شخصيا كنفضلو يتواجد بشكل دائم مع المنتخب الوطني المغربي، ماشي غير المستوى الكبير اللي كيقدمه مع النادي ديالو اونجي في فرنسا، ولكن حتى لتعدد الادوار ديالو. اللاعب اللي كيقدر يلعب كجناح وكيلعب كمهاجم حربه، كيعطي للمدرب عده ادوار تكتيكيه على ارض الميدان، وايضا كيساعد اللاعبين ديالو سواء داخل مربع العمليات بتسجيل الاهداف او خارج المربع بصناعه اللعب، وايضا التسديدات المركزه والتسديدات القويه ديالو واللي كنعرفوه بها كيف قلت مع النادي ديالو انجي. ومن بعد ما استعرضنا التشكيله ديال 26 لاعب اللي نادى عليهم واحد حاليلوزيتش باش يكونوا حاضرين في المباريات الوديه سواء امام ليبيا او امام الغابون، المباريات اللي غتلعب في الملعب الشرفي لمدينه وجده او الملعب الكبير لطنجه، نجيو دابا ونناقشوا هذه التشكيله سواء باللاعبين اللي ما تمتش المنادى عليهم، اللاعبين اللي غابوا، اللاعبين اللي كيحضروا لاول مره، او اللاعبين اللي تم الاستبعاد ديالهم من التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي. ونبداو مع اللاعبين اللي كيحضروا لاول مره في هذه التشكيله. وهنا عندنا كيفن مالكويت اللي كيلعب كظهير ايمن، كيلعب مع نادي نابولي، كيقدم مستوى مقبول كل ما شارك مع نادي نابولي، لانه ماشي لاعب اساسي في تشكيله كارلو انشيلوتي. وكيف سبق لي وقلت، السبب اللي خلى مالكويت يقبل الدعوه ديال الناخب الوطني حاليلوزيتش هو انه فقد الامل في تمثيل المنتخب الفرنسي واختار يلعب مع المنتخب الوطني المغربي. اللاعب الثاني اللي حضر لاول مره في تشكيله المنتخب الوطني المغربي هو هشام مجهد، الحارس ديال اتحاد طنجه، واللي نتمنوا له التوفيق، وكيف قلت نتمنوا نشوفوه في افضل مستوى، ونتمنوا نشوفوه كيتسلق السلم باش يوصل لاحسن من المركز الحارس الرابع. اللاعب الثالث اللي حضر لاول مره هو سمير امل الله، واللي كيلعب مع نادي ستاندارد ليج، كيلعب كصانع العاب وكيقدم مستوى مقبول، ونتمنوا له التوفيق، ونتمنوا نشوفوه حاضر دائما في التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي، شرط انه يكمل في المستوى الكبير ويكمل في التالق مع النادي ديالو في بلجيكا. اللاعب الرابع هو حمد المسعودي، لاعب خرونينغن في الدوري الهولندي. هذا اللاعب اللي ما كيحضرش لاول مره كنسبق له لعب مع بدو الزكي في 2015، لعب مباراه واحده مع المنتخب، وكنشوفوه كيرجع بعض المتابعين كيشوفوا على ان اللاعب حاضر لاول مره، لكن نبغي نذكر ان هذا اللاعب كان تسيليكسيون من قبل مع بدو الزكي، وكان خاض مباراه واحده مع المنتخب الوطني المغربي. ومن بعد ما هضرنا على اللاعبين اللي حاضرين لاول مره في تشكيله المنتخب، نمشيو نهضروا على اللاعبين اللي تم الاستبعاد ديالهم. الاستبعاد اللي كيف قلت طال الحرس القديم ديال المنتخب الوطني المغربي، على الراس ديالهم المهدي بن عطيه اللي سبق البارح وعلن الاعتزال ديالو الدولي من خلال الفيديو اللي طرحوه في تويتر. ايضا تم استبعاد الثنائي بوصوفا والاحمدي. بوصوفا كان اعتزل من قبل من خلال واحد الفيديو في واحد القناه هولنديه. كريم الاحمدي مازال ما اعلنش الاعتزال ديالو بصفه رسميه، لكن على الاغلب هو اعتزل. والمفاجئ في هذه التشكيله ديال واحد حاليلوزيتش وفي هذه اللائحه ديال 26 لاعب هو استبعاد ايضا ديال ديرار اللي ربما يكون اعتزل، واستبعاد بالهندا اللي تقال على ان الاستبعاد ديالو لاسباب اخلاقيه واللي لحد الان مازال ما معروفاش. بالاضافه لهاد اللاعبين تم الاستبعاد ديال تاغناوتي، والسبب ديال استبعاد تاغناوتي هو المشكل اللي عنده مع انس زنيتي في المنتخب الوطني المحلي. هذا المنتخب اللي مره اخرى كنقول ما كنعرفوش الفائده ديالو، ما كنعرفوش شنو كنستافد منه، كيحرمنا من بعض اللاعبين اللي يمكن يشاركوا مع المنتخب الوطني الاول، امثال الكرتي، ايضا بانون، بعدي، ويحيى جبران. كل هاد اللاعبين كيحرمنا منهم هذا المنتخب المحلي اللي شخصيا كنعتبر انه ما عنده حتى دور وما كيضيف لنا حتى حاجه. سبق وفزنا بكاس افريقيا المحليين، لكن ما كانش انجاز، ما ضاف لنا حتى حاجه وما ضاف حتى جديد للمنتخب. وبالنسبه للغيابات على هذه اللائحه، كان الغياب ديال اربع اسماء مهمه، وعلى الخصوص الاسم الاول اللي هو سفيان بوفال. بوفال اللي كيقدم مستوى كبير في الدوري الانجليزي مع نادي ساوثهامبتون، وصراحه يستحق انه يتواجد في اللائحه ديال حاليلوزيتش. اللاعب الثاني اللي كيغيب هو المهدي كارسيلا، بالاضافه لايس بن نصر، وايضا اللاعب الغائب الكبير اللي هو عبد الرزاق حمد الله، واللي كيف قلت يمكن ان المشكل ديالو مع الجامعه خلاه يغيب وما يتواجدش في التشكيله ديال حاليلوزيتش. وبالنسبه للاعبين اللي كيسجلوا العوده ديالهم، يمكن هناك اسم واحد اللي كيلفت النظر واللي هو حمزه منديل، واللي كيرجع مره اخرى للمنتخب نظرا لان المنتخب في حاجه ماسه لاعب قادر يلعب كظهير ايسر، اضافه لاشرف حكيمي اللي كيلعب كظهير ايمن وظهير ايسر. وبالنسبه للاعبين اللي ما تمتش المنادات عليهم في هذه التشكيله، لاعبين شباب، جوج ديال اللاعبين، جوج ديال الاسماء اللي كيشغلوا الشارع المغربي وكيشغلوا الشارع الهولندي والشارع الاسباني، واللي هما محمد احتارن اللاعب ديال بي اس في اندهوفن واللي كيقدم مستوى كبير. نتمنوا ان الجامعه الملكيه، المنتخب الوطني المغربي، المدرب، جميع الهيئات تضافر وتحاول تفوز بهذا اللاعب، اللاعب الكبير واللي هولندا كيشوفوا فيه المستقبل، لكن لما لا يكون المستقبل ديال المنتخب الوطني المغربي في خط الوسط، لاعب اللي كيقدم مستوى كبير، لاعب اللي بهر اوروبا كامله هذا العام بالمستوى الجيد، المستوى الرائع اللي كيقدمه. ونتمنوا ان الجامعه تخدم على هذا الدوسي، تخدم على هذا الملف، وتحاول تضم هذا اللاعب.
اللاعب. وبالاضافه لاحترن حاليلوزيتش ما ناداش على اللاعب الثاني واللي اعلن الرغبه ديالو في تمثيل المنتخب الوطني المغربي واللي هو نبيل التويزي لاعب مانشستر سيتي، لاعب اللي كيقدم مستوى كبير مع الشباب ديال مانشستر سيتي او حتى في المباريات والدقائق اللي كيشارك فيها مع المنتخب الاول. نتمنوا ان المنتخب المغربي وكيف قلت الجامعه تخدم على هاد جوج الملفات وتحاول تضم على هاد جوج اللعابه اللي كيمثلوا المستقبل، بالاضافه للاعبين الشباب اللي كانت توفروا عليهم امثال حكيمي وحارث. اذا كان هذا تعقيب ونقاش حول اللائحه اللي اختارها حاليلوزيتش. حاولت نهضر على الراي ديالي في اللاعبين اللي حضروا، اللاعبين اللي غابوا، والاهم من ذلك هو الراي ديالكم نتوما، شنو كتشوفوا في التشكيله، شكون اللاعبين اللي كان خاصهم يحضروا وما حضروش، اللاعبين اللي كان خاصهم يطيحوا من التشكيله ديال المنتخب ومن اللائحه ديال حاليلوزيتش وما طاحوش، اللاعبين اللي كتشوفوهم قادرين يقدموا الاضافه للمنتخب الوطني المغربي وضروري على ان حاليلوزيتش ينادي عليهم. ما تنساوش تشاركوني هادشي كامل في التعليقات، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وايضا تضغطوا على زر لايك وتبارطاجيو الفيديو. كنت معكم انا رضا الحبيب في بوستات كرويه، وتهلاو.